يواجه المخرجون تحدي من نوع خاص في كل تجربة درامية يقررون أنهم يقدمونها. فإذا كان الممثل يمتلك الأدوات اللي تأهله لتغيير جلده من ناحية الشكل والأداء التمثيلي، فإن المخرج ما يملك سوى الكاميرا ورؤيته اللي يحطها ويسعى إلى ترجمتها بصرياً. ويعد شهر رمضان مضمار للتباري بين المخرجين، كان منهم من يتولى قيادة قاطرة من النجوم في سباق 30 يوم للوصول إلى قلوب الجمهور. هالسنة تميز عدد من المخرجين، منهم منافع عبدال في مسلسل محمد علي رود. إن مديت إيدك على ولدي مرة ثانية أقطعك. والمخرج محمد العدل في مسلسل أم هارون مع الفنانة حياة الفهد. داود تعال وراي يا داود. ولك ما أظن عندي شيء خاف. المخرج محمد القفاص حرص على التواجد خلال السباق الرمضاني مع الفنانة هدى حسين من خلال مسلسل شغف. مو معقولة هالإيد اللي رسمت أجمل اللوحات تصبر أكثر من كذي. صبرت وايد، حتى أنا ماني مصدقة إيش كثر صبرت. أما منير الزغبي وسعاد عبد الله في تحدي في جنة هلي. يعني أنت تحبني وأنا أحبك، ممكن نقلب الصفحة. داود حسين في ذاكرة الظل مع المخرج محمد كاظم. لا زياد، هذا مهما يكون ترى ريال عود سند، ما نبي نكلمة قدام اللي يسوى اللي ما يسوى خلها بينا. المخرج سائد الهواري في الكون في كفة. بنتي ما خلصتي؟ اي مو قالوا لي نطري، قلت اغسل شعري واحط مكياج. يلا روحي غسله، يلا وروحي داري المكياج ها عشان اخلي مهتي هيك الحين. يلا خالد الفضلي ومسلسل هيا وبناتها. انت خايفه من شيء؟ صلي صلاه استخاره احسن شيء. اذا عيازلك الموضوع وارتحتي نفسيا كملي، الله يسهل دربك، وانت ضايقتي خلاص الله يبعد عنك. كما تميز المخرج نعمان حسين في مسلسل آل ديسمبر مع الفنان المبدع طارق العلي. أنا شهد أني طول عمرك مجملني، أدافع عن حق كل العمال، ما لقيت إلا أختة تأخذ حقك مني. حمد النوري كانت تجربته في الإخراج أيضا مميزة من خلال مسلسل رحل أيام. السلام عليك. وعليكم السلام. هلا هلا زين، الحين وراهم ردوك، أنت مسوي شيء؟ لا بس هم يبون يخدمهم بس بالبر. وهي عبد السلام المخرجة الوحيدة اللي تميزت من خلال مسلسلها ماني كان. ما في داعي أسأل وين كنتم. بنات حرام صحتها مسرور. أنا لما أعطي مفتاح الكافيه حق واحد فيكم. المخرج عيسى ذياب ومسلسل درويشيات مع الفنان عبد الناصر الدرويش. انت ايش عندك قاعد هني؟ ايش عندك؟ انا والله طويل العمر متذوق، انا بس ما تعرفت عليكم انتوا. ما ادري ليش ماسك صينيه فاضيه، عشان اللي بيدك. لا مو صينيه، عشان اقول حق الناس ان انا متذوق. ومسلسل كأنه شيئا لم يكن بطوله الفنانه زهره عرفات، هالمسلسل كان من اخراج المبدع حسين الحليبي. انت بس لو تسمعين كلامي امورك كلها تمشي. واخيرا المخرج نواف سالم الشمري مع عبد العزيز المسلم في سينمائيات. ما في موبايل، ما في تواصل اجتماعي، تواصل معي انا لحالي، ما بيصير موبايل، لما اعطيك الموبايل بتلهي عني، بتلعبي بالموبايل مزرعه ما مزرعه.